تبليت باللعبة، كفي فارغ ما فيه كان الوهم. مع كل ورقة صنعت حكاية، مرة نتقرب من ري ذبان، مرة نطمع في كوال سباطة، مرة نعشق مجيرة كم. أنا يوسف، أمي طول عمرها تقول لي كيف تخدم توصل، وبابا يقول لي العلاقات هي اللي تنجح. كبرت ولا جيت للأمي للبابا، لا خدمت ولا عرفت شكون نخالط، طلعت نمن كان بحاجة واحدة، الزهر. هيا 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 باش نبرم من محنتي. كان لازمني نلعب في الكبير، وكان لازم الدنيا تذوقني أكبر خسارة. هادي بشوية دي مضروبة، هادي بشوية دي مضروبة، هادي بشوية دي مضروبة، هادي سايب، هادي دي مضروبة. يودي ولا تاه ولا لا نعرف عليهم وين ولا ما نعرف فين او تربع فين ولا ما نعرف. يودي تاحوا لي هنا ولا تاحوا هنا، مانيش بالعاني. اللي تحت لهنا مانيش بالعاني. يودي نلعب واش بيك يودي؟ هاي الفلوس يودي شبيك؟ انا فلوس ما حاشيش الفلوس، تسرق فينا وتفلس الفلوس شبيك عشيك؟ انا نورمال. انت مانيش بالعاني، انا مانيش بالعاني. العب العب خذ الفلوس. يودي شبيك يا معلم؟ انت تعمل لي درجه سلي على النبي. يودي انا صلي على النبي، تسرق فينا من بكره تربح فينا. ودي بشويه ولدي عليه هكا بشويه. انا بشويه وانا درسناي بشويه خنفسريك وهاي ايدي كلهم تتلهث كل كلب. نتمنى نهار نشوفك ما تلهثش. شو تكسرتها؟ ليه؟ خسارة. أمي ولدك سبورتيف. أنت ما تعرف تجري كيف الكارتة. عندي جاهرين ما لعبتش، أو كولاد الحومة الكل متوحشيني. بيه أوسكت خليك هوني، حاجته بيك برا مش سلم علي. شايبو هذا أوسكت زي ما يجي كان مات حد ولا عند ثم حد بشي يموت. سكر فمك ومش سلم علي. أمشي. أهلا خالي. أهلا عسلام. أهلا
كبر ولد سد لي وانا راجل. طول عمري راجل انا خالي. اقعد اقعد حاجتي فيك اقعد. اي تكون شكابابلي ها تنحي الهامله ونين نخرجك من البطار. انت تو خالي شقيت روحك وجاي من البلاد باش تسمعني هالكلمتين والله الله يهديك. فكر فمك خالك يعرف مصلحتك. أنا جبت لك خدمة من غادي في راقوج، إيش قولك؟ راقوج بالله خالي، أنا تخرجني من هنا نضيع راه وجوي كله هنا. على خاطر ما تعرفش مصلحتك، كيفك كيف أمك؟ خلت الخير والخمير وهبت العاصمة، ياك هبطت لا العاصمة، مشي لنفعاتك، مشي لزاداتك، قداش باش نعيش لك أنا؟ أما ما يسالش هذي، يسالش. أنا ما ننساكمش وهاني جبت لك خدمة من البريمة وتابع قرايتك أنت بقاري شوية البنية يا خالي مهندس أنا مهندس ما كملش العام طردوه تسمعوش مهندس ما كتعرف دخلت البغلي ولا لا ياك ياك يا خالد هي ما كتعرف الفايدة في الفلوس 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 بيه يا خالي هات الفلوس أما مش لازم حكاية رقوش رقوش قعدت لك رقوش هات تعكيب كريتي يا خالي وقت ايش هي الحكايه شوف اليوم اليوم الخدمه تبدا اليوم بيه يا خالي هيا هيا تو هيا هيا يا خالي هيا يا خالي هيا يا خالي ايش شوي هيا يا خالي شويه ايش تستنى انت كرهت دينوت انا بعد ما البلدية يا ولد البلدية يا ولد في حالي ايوه بس شوي اسمع وش بترنع لي في نص الحالة تو صبا تو خالي صبا في عقلي ايوه منين تو يا هاي البلدية من لا يا خالي هيا واحدة واحدة هيا شي العاملة الكلب هذه يوجه بس شوي ايوه بس شوي يا خالي يا ولد بس شوي مش بيك هارب عندك مشاكل لا 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 مشاكل لا شيء انا مش بس شوي هاي الكلب اه هذه وهذا شكونه خالي؟ هذاك العيفة السيفي ورطة شو رطة في الوسط؟ رطة سلام العيفة هذا يوسف ولد اختي المهندس هاي انت انت اقصد ربي يستني روح قريب نوصلوا خالي انا وصلنا انا وصلنا اسمع ها مش نوصيك وكلامي حطوا حلقه في وذنك رقوج راهي ما هياش العاصمه وناس رقوج راهم ماهوش ناس حومتكم هنا راهم ناس باهيين وقلوبهم باهيه اما راهي تهزم في ساعه النغريه ويسكنوا رد بالك رد بالك تعمل لي مشكله يا خالي اش باش ترد يا اخي ونزيد نقول لك النساء هنا رمهمش نساء العاصمة عارف وين تحط رجلك هكا تهذريم وهكا كلام هكا وهكا رد بالك كان مشيت قد قد راك تعيش كان مشيت هكا ولا هكا انا اول واحد يضرك راه رد بالك باهي خالي باهي باهي يا خالي يا خالي ما يتكلمش هذاك هذاك اسمه العيفة ولسانه مكسوس وانت شد لسانك لا يجرى لك كيفه باهي يا خالي شكون غاديك اللي حاجته بالبنية؟ محسن لورال ها؟ محسن لورال شي ضحك فيك؟ هاتشي شي ضحك فيك؟ ايه انا طول عمري يقول خالي سيد كنت طلعت تخدم عند واحد اسمه لورال باهي خالي سيلي الوري الورل اش يحب يبني بالضبط باش يبني مدرسه ها مدرسه ابتدائيه انا باش نبني مدرسه باش توقف على بنيان المدرسه انت باش توقف موك عامل بني ولا لا اي باش توقف رد بالك هو راه ناس طيبه ويدو قريب المكتوب انا ايدو قريبه ثانيه للمقروء فهمت مدرسه خالي اي
وعليه ما عندكمش مدرسة غادي؟ أقرب مدرسة 25 كيلومتر، الذري رجليه حتت من المشي والجاي. هاي أنا دخلنا هاي. هذا المدخل رجوش هاي هذي باهي ها؟ لا مانيش نشري نسي مخايتي كان جبت البناويت كانت تعلميها مصنعة معاه مش بيهم ما يقروش البناويت ما يقروش بطلتهم المدرسة بعيدة مدرسة بعيدة ما عناش بناويت صغار يخدمون هنا لي مساش علميها مصنعة لا لا صغار بسطهم في المكتب ما عناش باهي مش لازم تو خليهم في الدار تو خليهم في الدار اي صحيح هذي محبوبة يا محبوبة محبوبة وين كنت محبوبة؟ يا سافروا بالجمعة يا حبابي و... كنت نقص الماء وين تقص الماء؟ سافروا بالجمعة وين؟ رأي تحت خروبة هنا شو تحت الخروبة في الشارع محبوبة؟ هبلة هبلة مغرومة يا حبابي و... ريحة الدخان جاي من تحت الخروبة نص ربي عينك بب صحة صحة الشريف صحة والله موهر موهر نعمل لك حر عظام رميها بركيبك ايش بيه لي العظام يعمل لي كوليستيرول عندك سميد احرش قديش تبيع فيه باكل حليب حليب عندي بقرات نبج نبيع لك الحليب ما لا نمشي نفتش الصندوق تو ما نلقاش لا سميد لا حليب لا سكر بس يشرف خي والله 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 ورا سيدي بيرك موجه نكسب بيعنا الممنوع ما بيعش لنا الممنوع راهل الا ما تبش تقعد تخدم هكا بلا رخصه كي ماني جيتك للمركز وقلت لا يخدموا ولي ربي سهل راني نخدم وعندك برمي باش تسوق الموتور هذا اخي تو الموتور هذا بالبرمي يزين قانون جديد عندك برمي ولا ما عندكش والله 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 عندي ربي سيدي بورقوج وعندي سيد شريف الغالي هبت يدك وصلنا اي اي يا زكري زكري انا جيت اشرقت الانوار عباس باش تدلل زيد سي بلاريق البارد نتاعك ميلاد يا ميلاد وقتاش نمشيو الفلاج راهي كاس ده انا ما فهمش بيوع في بالي ما فهمش بيوع شكون باش يطب عليكم في راقوش برا
شكون تعرف شكون صبرنا في راكوجا عمل حاجه رازعين كانت ياخذ الفلوس اي عاد الصباح الصباح صباح هاي نهار راح تقول لي صباح هاي زي ميلاد من زينه من اللي خدمه في سواني شوف لنا عيد ميلاد عرس فرح حنا ملاك هكا نفتحوا عيد ميلاد جينا بربي احنا نشرطوا هاي طي حاجه سمعت اختك ايش قالت زيتش بلا بلاد على شكون بلاد هاياك بس روحك فوز هال هال فوز فاش تقول هاد هذي احترم عيدة اللي كنسيتها قال لك هي اكثر واحدة بيعت البارح ما خدت فلوسها كامل وينهم فلوس عيدة فلوسها قولها تو تخلص هذا يوسف ولد اختي اهلا وسهلا مرحبا بيك المهندس الجديد ايوه وباش يخدم هناك شوف له بيت بحذاك تهلا في عيني يصبح مليون ولد اختي هنا هاي مليح مليح ولا فلوس المراه خذ باه باه ميلاد باه ومحبوب وين محبوب يوسف 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 كيدخل هازك البيت قد تعرفها عباس اي 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 مش حاجة كبيرة من ضيفة من أبيدين بيت فيها اي بس بيت بيت هاي هاي يا ساعة مش رهاب أشنا وراك؟ لا لا بيه بريش نضيف تنكلم المرأة جيت نظف هالة تخرج هك تعمل ايه يعطيك الصحة يا خالي شوي تو هذي بيت مش به بيت خير منها أكلي تورك تاه خير من هذي مش تعرف اللي مات فيها لا ايه نعرف ايه نعرف تي بيه بيه يا خالي يا خال به به زكي كل متهل لو كفرش ولا بابو تحب حاجه ورا الكونتوار قبل ما ترقد في التلفزيون ترى عطيك المفتاح تاع باب التلفزيون تخرج منها وترجع منها وتسكر تستحق حاجه اسمعني يلعبوا رامي هنا يلعب يلعبوا رامي وشكبه وبيلوت بيلوت 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 هذيك هي تستحق حاجه اخرى كان تنجم ريدوات هكا ولا ريشو على الاقل يا وخي راك انت اللي مصحح هاي تصحيحته قدامي سامحني يا اخي انا باش نبيع ارضي مهبول راهو جاني الراجل وجاب التراكتورات وقال لي سامحني لبرا انت اللي بعتين والارض ها والكونترات ومصح في المناديه صباح الخير سي دولار صباح الخير لا شيء كيفاش نبيع ارضي راهي ارض السياح تشدها السياح راهي ارضي الصباح يا معلم راح جاي راح سيدي ناري شوف مع السيد يا سيدي ناري يا انا بعت ارضي الله العظيم ملي جيتك الصباح للبيرو وصححت على بيوع خمس المحصول اش بيك يا سيدي ناري جيتك للبيرو وصححت الكونترا تاع بيع المحصول للراجل يا اخي طلعت بعت الارض كلها بكليلها وريني الكونترات عند السكرتيرة هذا الكونترات بدلاي يا نجوى حاضر سيدي ناري لحظه هاو عندي نيك طقي وجهك طقي وجهك تفضل مرسي اقرا لي الكونتراكت راهي تفضل هل ما غير هل ما غير ماشي ياك مصحح انت عليه الكونتراكت تبيع قانونيه دي يا سيدي ناري انا ما نعرفش نقرا قلت لي صحح صححت مش ما تغشيتك نا لا حشيك هو تحير عليا انا راهي ارضي رزقي ورزق صغاري ما كانش تو نوصلها للوالي انا والي هنا راني معاك نا معاك مش بتفهم انت اما البيعة قانونية تو اش ندني ليك نا تو يا سيد رئيس البلدية انا نجي كل مرة من العاصمة باش نتفقد ارضي ها ونلقاها غيروا عليها العباد سكن شلن انت في العاصمة نسكن ايوا باه باه اسمعني نقول ليك استغفر الله العظيم يا ربي نا تو ندني ليك اعتراض
وخلي فيه مش تراسي تراسي. انا بعثوا لنا القضاء وهما تو يشوف. فهمنا؟ ليش اسمك؟ صلاح الدين الحسيني. صلاح الدين الحسيني. وين تسكن؟ العاصمة. وحدك تسكن في العاصمة؟ هات بطاقة، هات بطاقة. تفضل. استغفر الله العظيم ربي. صح ليلى. 50 دينار. 50 دينار نتاع شنو ولا 50 دينار؟ هاك التمبري. يا أخي شي باش نبعثوا على بهيمة أنا على اعتراض المحكمة. 50 دينار تاع التمبري اش مدخل لينا؟ صاحي يا رحم ربيك هاك بالزايد به ما عاد يصرف. اسمع شوف نيت انا بعثوا ضايل المحكمة وكان عندك حق تاخذ تهنى رواه نعم نرقد كما عندك حق. فهمنا؟ فهمنا. هاي سكرك الباب وراك. عايش ربي يعينك. ربي يبارك فيك. أنا نجمة. نعم. جيبي لي قهوة. حاضر. هاي لطيفة. عملت لك كاس تاي منعنع على كيف كيفك وناق السكر كما تحبي. يعطيك الصحة. اي واشربي بالشفاء. يعطيك الصحة. نعيشك. هاي لله. شكرا. واش عملتي فكر منها؟ ما عملت شيء. يخلوها عنده. البركة في الانتريت نتاعي وفي ولدي ميلاد يعاون بجهده أكثر. يعطيه الصحة. اي ما هو الذر كيكون صغار نقول وقت اش يكبر وكيف يكبر تكبر مشاكل نقول ليتهم قاعدوا صغار. ربي يفضلهم. باخي ومن منو بيس باخي اهلا. بيس خط لطيفة. صباح الخير خط لطيفة. صباح النور. صباح الخير. يزي يا زياي يا هذا بالتوامة كبروا ما ندري كيفاش. ربي فاتلك. وش حالك خالد لطيف؟ أبو القاسم فما صواريخ؟ خلاص يهديك ناس مي بيدرو بالقاسم على روحه ما نحبهاش بيدرو تشبيها هذا سيك استني روح على يحب حتى راك عجبتكم العيشة في الحفرة هم وفقر وميزيري قال شنو تعملوا في الفن فقر وفن كل فقر وفرعنا ما يتقبلوش يا سيك تحكي على الفن الأزهر تناك مش المزيكا راني نضرب الراحة حتى انت ماكش ضارب ليل ونهار وانت تمز تدبوزة قريب تخيطها في لحم تخيطها حتى في قلبي هذيك مرتي وحبي وذنايا اللي ما جبتهاش والزهيف هالدنيا تتكلم عبد الجبار ديما ساكت بالحرام ساعات تنسى صوت اش ابني نقول حتى كنت نتكلم يسكتوني خليني ساكت خير توا مش كان نعمل موزيكا خير من الدوة الزايدة هذه بري يلا باش تنفخ لايا في راسي بالترومبيطه تاعي انا باش ندخل نقيد وانتم اقعدوا اعملوا في الفن لا لا الله محمد رسول الله عنا عرس نبرفوا عليها ميلاد نبرفوا بالساكته برف بالساكته برف بالواقف انا باش ندخل نقيد مشني مسؤول عليكم انا انت مسؤول من ناصنا باي باي تن برا ارقد على روحك برا ارقد نبغوا يرجعونا المشاكل. تي صايبه بيدرو هذاك ما خذاش دبوسته. بدي ما عادش اشرب هذاك دورة حراب اش خليك 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 لازم بالقوي قوة جهدك. هيك هو كان لعبة ذري. صباح الخير ميلاد. صباح الخير ميلاد. تو ما تحشموش تقولوا لا صباح الخير نصاتين. تو قمنا شبيك. إلى متى؟ إلى متى باش تقعدوا هكا؟ لازمكم تشوفوا خدمة راه.
في بالك طايشه هاي الخدمة هاي مطايشه الخدمة اما انتوما استنستوا باللقمه البارده وين مطايشه الخدمة ميلاد نا لو جليكم للخدمة نا ها انتوما ثري كان راكب ليكم اربع اربع جل تولوا الزوز اليوس كان اليوم بامر ميلاد بامر تكتب الضحك هاي هاي يخش اخش اخش انا ماشي انا ماشي اخش اخش منه المشي هذا مزله مزله الزين استغفر الله يا رب لا اله الا الله أمي من أمي حطي لي لقمة خليني أكل هكذا ما تحشمني ما تسلمش على المرأة تعرفيني راني ما نحبش عينيها هيك شاهدت فتوان برا ربي يستر أي مرحبا مرحبا بيتي يعيشك ربي يفضلهم لك يعيشك يقولوا أولادك اللي تامة كبروا نقولوا ماذاك مش تامة هذاك ما ولادي اللي ما جابتهمش كرشي خويا السلام عليكم رجال جماعة سي الزكري الحليم يا وكبر تفل يا خويا مرحبا بيك مرحبا يا شهر غيبة انا كوش نورت بوجودك يا صاحبي منوره برجالها غيبة والله غيبة بلادك الغربة ونسيتك في ولاد بلادك هكا عيبك لم تقول فيه يا سي الزكري ننسى ترابي انا اللي جريت عليه وانا حفيان ذاك كنا نسرقوا له في الجازوز من جاجواته ونقطعوا عمك شري بدا يحصر فيكم وحالته حليله هيله عرفني تو عمك شري ولا راجل كبير في حاله مسكين هكا هو رجع الرب مش كان عمك شري برك تبدل الرب كل شيء تبدل ونشوف فيه تبدل لوجوها يا بيت الحفر هما بيتهم لقلتها يا بيت والدنيا مسخة حال حليل وصل لكم المال لا شيء هذيك هي الدنيا أما قل لي أنت شو مرجعك لهالحفرة تعرف يا مريك تعمل حاجة مثلين يا تعمل فلوس يا تدخل حبس ما عملت مثلين قلت لمسي وقالي نروح لبلادي أبشل من كيما يقول لك ما يكرس لك أنا الدور وأنت تعرف صاحبك تقصد الكلب حشيك مالا وحيد أمريكا لا فديت من الامريكان ستوب مالها كويس تاي احمر تحط كلام غرفها تيقف شنو راي واي نوت اي مشيت معاك الاولاد شو تشربوا فيه جازوزه جازوزه عندك خمسه قهوي مش خالصين انت وزوج كيف يوكا عليك عصفور يا سي الزكري خويا القهوه كل خالصه عليه القديم والجديد لا خلي حبيبي ها هو الضرب الصحيح عيش وانت حليب اعطيني قهوه اعطيني حبس الدرب شنو هي السلعه هذه تكافله خارج بدي الفاتورات اعطيني الفاتورات انا راني نخدم على روحي قولوا لي هبط الهبط طلع حلك راس نحل يلزمني نعاين شوف يا عم الشريف مش عم الشريف سي الشريف شوف يا سي الشريف ناك انت تحل كرذونه وحده عباس لما يدور علي ناس صبيب ما علي دي كانك على الفاتورات هاو عباس جي نقعد نستنى هنا في عباس حتى نجي اش فيهم الكراس سرعه للسوق ايش ليه السرعه مقرونه تي سميد روز الحليب ما فهمش كالعاده نا هذاك اش قالوا لي الو هلا عباس انا كرش شنو هي وش مهز الغيت باه تو تصرفنا تو تصرف قلت ليك امشي امشي عصفور امشي هاي بابا سي الزكري شكون هذاك؟ هذاك هو المهندس الجديد من تل الوران في حكايه كبيره تو نحكي لك عليها من بعد كان نفرحوا تو بيه كل شيخ والساعه وبعد يعمل الله هاي عصفور امشي ازرب روحك شويه يا اخوي مهندس جديد وينوت يا
يعني انا يصير فيا هكا هكا نارك على روحك يا روسا هكا الو ايجا شوف روزا وين تمشي اللي تزرب فيا ارجع ارجع من غادي عسلامه راحت ليك تحب على التلفزة؟ على التلفزة يوصلين صوتنا على التلفزة صغارنا قاعدين باش يقرايو ثانيهم صغار هذوما صغار هذوما وامكانياتنا على قدها ما نكرو لهم كهربا باش تجيبهم من المدرسة ولا روضة لا حتى شيء نفهم فيك فهمتك نحبوا نوصلوا صوتنا للتلفزة باش باهي عايش باهي باهي هاتا يكلموك عايش هيا برا هات برا فتش التليفونات عطلتني راك باش تعرض روحك للتتبعات انت ما تخلينيش نحل المحضن حل الكراظ حل تو الكراظ يا سي الشريف الكراظ ما يتحلوا كان بحضور الورج راه الله عينك يا شريف الله يهنيك واش بيكم خايضين هاو سي الشريف يحب نحل الكراظ يا سي الديناري يا حبيب باصين نطبق في القانون فاش باش نباصين اي شريف كلام وصواب نطبق في القانون الراشد وانت قال لك حل حل مش خايف يا دي حنش بتصح في راسك انت معاه ما قال لك حل حل برخت مره برخت مره رحت نيتو نحكي معاه هاي شنو يا شريف شنو هذا الزاد مادي ها في فورم اليوم نخدم على الروح هالي رقوج الكل تتشكك السلعة المخزنة الأسوام طلعت في السوق اخ نحن نخدموا بالقانون ولا نخدموا بكلمات الناس القانون يقول مادام فما سلع فما فاتورات وتحتم عليا باش نعاين السلعه ونشوف محتواها هنا عاينتها السلعه راه محسوبنا باش خلاها هاي سيدي ها دفتر المعاين هاي السلعه الكل هنا وتو هادو ما عندك ثقه فيا اللي ما تعرفاش جاتنا وشايه انه السلعه فاسده ومده الصلاحيه نتاعها كلها وفت عندها مده اخي الورال باش يقتل العباد تو هذا حد نيتك هنا فاش قاعد نعمل هنا بس بدنا باش خليها الاشكاليه كي تجي وشايه العوان الكل يسمعوا بها تراسيل هنا يلزمني نتحرك ونحقق ونعاين بنفسي هنا ما نحبش المشاكل شوف يا شريف تو رجوجه ذي كامله قديش فيها تو منتجر كبير هي قاعدين وكان ايش نعمل نمرجوهم نقلقوهم نحن نهجوهم تي كان يهجوا هما تو رقوش كاملة وتبرك ونبرك ناوية أكثر تو الورل الورل تي خدم في شطر رقوش جو نحن تو نمرجو له الكبدة بتاعه على خاطر فاتورة مو نخمو عاد نخدم في خدمتنا ونحب نسكر الملفات الكل ما ثمش ملفات من أصله تو نحن زوز مسؤولين دولة انت مرة جايك باش تعاين ما ننسق معاينات ما نقول لك ناش عمل ونا من ناحية تهنى الزبانة كي تدخل لهنا نبدأ نعرفها في مشيت وفي شيء باهي يا ديناري إن شاء الله ما فهم مكان الخير أنت من أهل الخير يلا ولا بتبقى مكردة تخيرها على البيت لازم تعرف ما هو الدنيا الحمد لله تو عندي لوت اوف ماني معناتها عندي برشا فلوس باش نفرح الوالده ولاد البلاد بالطبيعه الوالده قالت لنا كي تروح جلال باش يبني لنا سبيطار في بلاصه المستوصف وبعدها حطت لنا حلاق من بنا بلاش ما درى حلاق وينوتا او ماي جاد بتكون هذيك هذيك روزا صحفيه نتاع رقوش صحفيه سي بيوتيفول ايه يا لورال مرحبا بك يا جلال عايشك ايه لورال سخط يا تنسى مرحبا بكم مرحبا مرحبا شكون هذا ضيف البرنامج هذا أنا ضيف برلين مش حاشتي بنسان ما حاشيش بالأولاد تمشي بنسان روزة بركة مش وقت يلا
ما وقت نتاعك جاي نمشي على سقايا هكاك ما غادي وين الكهرباء هذيك الظروف يا صحفيه بروفيسيونيل كيفي انا هكا معناها يصير فيها ياك تشوف قداش مني زاداني قداش من نقعد نهز ونجيب ونصور ونحط هذا الميكرو ونجيب نسى اي ما شنو المشكل شوف قناه اخرى تخدمك انا بدي ها البرامج كلهم على راسي بركاي اسمعني اجي نسجل المقدمة ومن بعد امشي جيب لي نساء قص وامشي جيب لي نساء ايه كيسيس شفتش خذيته الفرمية يليك ما تعرفش تسوق دينير وش بيه هذا جاي كبس علينا روح وش بيه قلت لك انا واش اللي قلت لك امر قلت لك انت ثم سلعه داخله للدب ايوا ما كلمني انا نسق معايا خنجينا نخدم خدمتي ساعه اي ها وين شوف كاين مشناه كاين مشناه اي الكراث نكره وحلهم الغاديك مو كره ريحتكم في حد بالله ها اي صحيح لما اسمع ها راح جاي عباس حل عينيك شوي شريف ما جاش هكاك راه ثم شكون مجمعتكم صب ليه الصب قوة فاتا قوة وش قال لهيش البلد ماذا؟ ما عاش تقول له هكاك هذاك الكسلسين وبيش ما يتحدثش مع الناس اللي كيفك ايوه وش قلت لي؟ قلتك على عينيك اي هاي انا نبهتك منين جبت هالحكاية؟ شريف تو جاي يحكي قال لي راه ثم وشاية جاتهم وشاية ولا شنو غاديك؟ الوشاية منين مشات تجي؟ السماء ما واحد منكم ما توم صب صب واحد منا نحن مشى صب بينا صب تغلي الحكاية هذه ديتو في المرام الغادي اي انا مش نبدو فيها على قريب انا جبت لها مهندس بشوك فعلي وين جبتون مهندس ضايم الخارج ولد اختي ولد اختك شو مدخل ولد اختي مهندس خارج جديد مهندس كبير ولد اختك اي مش دناها شركة عائلية عباس أنا قلت لك فيها مرة هذا كامو شنا اي راك عملتها لليه انت محسوب جموش تيموش عباس اي جموش تيموش أنا ياسك بالدخت اي تونجيك مرحبا بيك المغرب وش بيك تكبست انت اي اي متابعينا الكرام مرحبا بكم معكم روزا كالعادة نحب نرحب بكل من التحق بنا على قناتكم قناة ركوش بلوز اليوم باش نطرقوا الموضوع جدي موضوع مهم جدا ولكن ماناش مستنسين نحكيوا فيه بالجدية اللي باش نتكلموا فيها اليوم موضوع هذا عنده علاقة بحقوق المرأة وخاصة المرأة الريفية هي كل ما يقصدها تكون موجودة لكن هل عندها الحق أنها تكون لاهية بنفسها؟ لا سيما وأنها تقوم بدور مهم وفعال في النهوض اقتصاد الجهة وهذا في الغياب التام للرعاية النفسية وكذلك لأي مرافق ترفيهية بعد قليل باش نعود للاستوديو ونعطيو الوقت للنساء هذوما باش يحكيو على رواحهم كوبي امبيكابل برك الله لي كيفاش امبيكابل سمعتني كسكت وغزرت للورقه ولا تتعدى شنو المشكل وهذا اللي في راسي اللي هابط من بكري في راسي شنو هو ناخذ الكاميرا الاخرى شنو المشكل انا كاميرا اخرى ما شفتنيش كي غزرت لها راهو مش معقول راهو خرج عليا هذا تو انا ليله كامله ونحضر فيها هذيا راه ليله كامله ونحضر فيها وينهم النساء وينهم النساء هاو تو نجيبوهم لا 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 بصراحه ما لا مانيش في مكاني انا مانيش في بقعتي انا شنعمل لهنا انا شنعمل هنا انا مروحه هاي بابا الله يعينك نسيه ما وينك لاباس اسمع فما سكر سكر كله وعندك فيز يا بلاد باسمي فما ودي بال يباهي بركه هي
كهو. اسمع تجي محبوبة تخلصك من بعد. باهي باهي. عايشك يا البوب. نسيمة. ها. بوب يا سميد نسيمة. لا. لو كنت تحبي حاجة قولي لي أنا نجيب ليك. أنا عناية ليك نسيمة. والله كي تجي تشوف حاجتي بحاجة. قولي. أما خاف نسأل بتتغش. أو أخي أنا نتغش عليك نسيمة. حبيت نسألك على المنحة. وين توحشناها؟ المنحة تواشي ثاني. منحة تواشي نسيتها. منحة الحرفيات متاعنا. المنحة ماني نصب ليكم فيها أنا كل شر. لا عندها باشا ما جاتش. هي ما جاتش الوزارة ما صبتهاش. خنا الوزارة. والشهر اللي فاتش باه جات ناقصة. جات ناقصة هذيك الضريبة متاع الدولة. ضريبة الدولة. لو حتى هي قاعد كانت دولة ما صرفتش عليها أنا. ضريبة الدولة فحلوري نسيمة. بسم الله عليك وعليها. نسيمة. وين على خير عليه؟ عليه. فاش قام تسر؟ الزين هذا كله كاكا ماشي وحده؟ أنا قلت نونسك. والله ساعات الوحدة خير من الونس. آه يا نسيم. يطول ليلها وتعلف يا نسيم. قالك الزمقري يروح جمع بارشا فلوس يحب يحل المشاريع في رقوش يعجبك شتو ربي هين لما ثم خبر اخر يظهر لي في وسطنا الصباب شكو اني انتنتس عليه تو كنتيح بيه تو نقولك هذا في الشطرنج يسميوه المهبوب. مهبوب لا كي تعرف شكون مدخل يوسف شنو هي يوسف سيدنا يوسف
فلوس منهم؟ انا خالي عباس جابني باش نبني لكم المدرسه. صارت له هو ومن قله المرمجيه خالك جايبك معاه؟ انا مش مرمجي، انا المهندس. الراح لي غدوه الصباح جيب بطاقتك والراح ندني ليك فيش. سمعتني؟ عليها ديوانه انت؟ لا الديوانه والقباضه والمعتمديه والحظاير ما كل شيء. شباك موحد لا قدام. باسي ديناري ديناري رئيس البلديه كيما الري والنص ديناري. الراح لي غدوه شكب عليك. مبلور اخوي شو احوالك؟ زدت هبلت؟ سلام صح الاولاد. قول يا شو الامور؟ اي برشت برا برشت. سلام نجم نقعد؟ تفضل. اي مرحبا بيك في بلادك. وبيك اكثر. بدلت عليك رجوجه؟ لا والله هي بيد زير نورت من روز. تعرف كنت في امريكا عملت شويه فلوس، قلت نحل مشاريع نفرح بيهم ولاد بلادي. قول لي اليو انترستد انك تجي للبرنامج تحكي عن المشاريع هذه؟ واي نوت. اي انترستد بالبرنامج؟ اي بالطبيعه. اي واي نوت. اعطيني رقمك تكلموا فريق البرنامج ينسقوا معاك. ما زلت ما عملتش رقم. ماما نعطيك الواتساب، عندي نمره امريكاني. باهي هيك. اما تكلمني انت خير. أمك لباس؟ أمي لباس. أبع جلالة اشتحتي؟ لا لا لحظة بركة يا نيتي، لحظة بركة، هيك تشوف هي واحدة. اسكت، هاك هاو، هاك هاو كملنا اسكت. اسكت لندق لك زريق، هد في الهدود بعد تقول لي توجع. تمشوش تقروا؟ ما تمشوش تقروا؟ ما تمشوش تقروا؟ أمك وين أم؟ أمك وين؟ إجا يا بابا لحظة استنى لهنا إجا. يا ماميم عيني خرجت يا ماميم. شكون حملك هكا؟ وين كنت؟ كنت في العرس. فهمت. وش بيه زين؟ كيف العرس؟
شكون ضربك؟ كلم شكون ضربك؟ ما حبش يتكلم. زيد دخله دخل هاني كملت تفضل. دخله هاني جيت. يا جماعه. الو 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 بابا تسمع فيا؟ نسمع فيك. تسمع فيك بشويه. سكيت قصت علي. بابا تسمع فيا؟ في العرس انت بابا هبدو يجوني. جاني واحد مضروب على عيني. وين ادري عليا يا دي؟ ادري عليا يا دي؟ شيا ترحل العرس بابا بشويه. سكيت شو عامل لكم؟ عندي ماتريال عندي دواء. باهي باهي هاي 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 هذاك هو هذاك هو هذاك هو. كل شيء مبروك ان شاء الله بالبركه ان شاء الله العاقبه للعزاب ويبداها زعيم ولا كريم وراضين عليه الوالدين. هذا يا زوز ملاين من عند ديناء على راس بنت ديناء شامه الطبيبه ترقوج وحوازها قالت على راس ولد عمي العريس وعلى راس عروسته وعلى راسكم يا رجال زغرتوا عليها وبحياه راسها. اي شكون زيد عند عادل راس العروس؟ اه من عند سي عادل ولد عم العروس. قال على راس ولد عمي وعلى راس عروسته وعلى راس بن جان وفرحتي. وهذه من عند البرشني. اه البرشني او كبر البرشني. اي يا سيدي من عند البرشني قال على راس ولد عمي وعلى راس ضيافه زغرتوا عليه وبحياه راسه تحمل عندك يا طفل. هيا شكون زيد؟ وين 20 مليون. هبا 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 20 مليون كاملة من عند سي جلال شهير الزمكري ولد الميريكان ولد الدولار. ولد الدولار قال على راس مالية وراس ركوش وعلى 40 مليون. باي باي وحزد عليك زاد عليك لورل ورل ركوش قال على راس مالية وصحاب زغطوا عليه بحياة راسه. هاي 60 مليون أو زاد عليك زاد عليك يا لورن زاد عليك 60 مليون من عند الزمقري. الزمقري ولد ركوش زغرتوا عليه من هنا لأمريكا زغرتوا. يا مبروك يا مبروك يا مبروك. واش قال الزمقري واش قال الزمقري يا لورن؟ قال له نجمار جرلة البل قصاص روس ثنية تعاس ليلة النوم قصاص ريق السبايا زغرتوا عليه يا سبايا. هيا سيدي هيا 100 مليون. مئة مليون من عند المعلم معلم مرقوش لورال. ايش قال لورال للزمقري؟ قال له اك الجبل مسكن الهوش وما تسكنوش لحناتك يسكنوا حي مسبوع في عركته قاتل ثلاثة زغرتوا عليه وبحياة راسه. هيا سيدي سكرنا 150 مليون. وش بيه العرس من غير موسيقى عباس؟ وينو البيدو؟ ها يضرب اسيد يضرب. Selim, demin.